بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الفطائر اللي هما رولات البيتزا او بيتزا رولي او شنيك بطعم البيتزا. الفطائر بسيطة، العجينة ايضا سبق وخدمت بها كتجي طرية ورطبة وناعمة. بالنسبة للحشو فالاساسي فيه هو صلصة البيتزا، اما باقي العناصر ديال الحشو فكتبقى لكم للذوق. انا هنا اختاريت ابسط حاجة واللي متوفرة عند الكل هي الفلافل الالوان، لكن يمكن لكم تعملوا شامبينيون، تعملوا الكفتة، تعملوا الدجاج، يعني اي حاجة عندكم حشيو بها. المهم الاساسي هو الصلصة. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم هاد الفطائر وتجربوهم. بسم الله وابدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهاد البيتزا رولي او رولات البيتزا او شنيك البيتزا، فغادي نحتاجو العجينة والحشوة. غادي نحضروا العجينة اولا. عندي فيها هنايا واحد زوج كيسان ونص ديال العنبة ديال الطحين فورس مقابل نص كاس ديال الفينو، يعني واحد ربعة مع 50 غرام، في المجموع 300 غرام. عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة، عندي هنايا معلقة صغيرة السكر، الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، وهنا واحد الخليط عندي من الأعشاب المنسمة، عندي ريحان والنعناع الناشف ومرددوش أو البرداقوش. يمكن لكم تستغنيو على هذا الشيء كامل وتعملوا حاجة واحدة، أو اللي يمكن لكم تعملوا غير الزعتر فقط. غادي نضيف هادو العجينة الطحين، نخلط نقلب مزيان. هذه العجينه نفسها اللي عملت في القوارب اللي على شكل كيش اللي سبق ونشرتهم. غادي نضيفوا واحد زوج معالق كبار ديال تقريبا ثلاثه، غادي نعمل ثلاثه د المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نعجن في الماء الدافئ. عجينه عاديه. العجينة ديالنا ها هي تعجنات، يعني عادية كدلكوها وتضيفو لها واحد شوية ديال الماء دافي، صافي حتى كتولي لينة، وكتحطوها في الإناء وتخليوها تخمر. فانتظار ما تخمر العجينة ديالنا غادي نحضرو الحشو. هنايا طبيعة الحال عندنا صلصة البيتزا. الا ما عندكمش الصلصة جاهزة غادي تعملوا حتى الكيتشاب كما وريتكم في شحال من فيديو قبل. كيتشاب تزيدوا عليه شوية ديال الزعتر والملح والكمون، شوية الفلفل الاسود، وراه كيولي بحالو بحال الصلصة. عندي هنايا الفلفل الوان، عندي الحمار والصفر والخضر، وكذلك واحد البصيله متوسطه شحرتهم مع واحد زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وحتى دبالو ضفت لهم واحد شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود والابزار، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الزعتر. خليتهم حتى بردوا عاد باش حطيتهم هنايا. عندي هنايا تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيتون خضر بالعظم، طحنته بهذا الشكل هذا باش يجيني ساهل في التوزيع. عندي واحد شويه ديال الزعتر غادي نرشو، وهنايا عندي الموزاريلا، وهنا عندي ليدان. العجينة ديالنا ها هي خمرت، ما تخليوهاش تخمر تماما تطلع بزاف، يعني غير تخمر بواحد النسبة ديال 60% بداو فيها الخدمة. غادي نرش هنايا عندي الطحين، غادي نحطها هنايا، غادي نطلقها نحاول نعطيها شكل مستطيل. هنايا كما كتلاحظوا طلقتها وحاولت نعطيها شكل مستطيل. اول حاجه غادي نوزع عليها هاد الصلصه. من توزيع صوص البيتزا غادي نفرق هاد الفلفل والبصل المشحرين. انتبهوا هاد الحواشي ما توصلوش ليهم، هاد الحاشيه اللي من هنا واخا دهنوها بالصلصه واخا توصلوا ليها الحشو، لكن هذيك حاولوا تخليوها ناشفه، يعني غير واحد الشريط هكذا. هنايا غادي نرش هاد شويه ديال الزيتون الخضر المفروم. هنايا غادي نبدا نرش
واحد شويه ديال هاد الفرماج الاحمر او لذا، وتماك عندي الموزاريلا. بالنسبه لهاد الحشو عملوا اللي عندكم واللي متوفر، يعني انا هنا عملت ابسط حاجه اللي هي الفلفله والزيتون. كملنا رش جبن الموزاريلا وليدان، دابا غادي نبدا نحاول نلويها نلفها. هنايا لاحظتوا فاش وصلت لداك الحاشيه اللي قلت لكم خليوها ناشفه، بديت تنقرص وعليها قلبت هاد الرولو هذا باش يجي من التحت. هاد المرحله هادي عملوا الفرن سخن. دابا غادي نبدا نقطع هاد العجينه على شكل واحد شرائح. غادي نكون حاطه حدايا واحد طاوة ونكملهم كاملين، غادي نوريهم لكم. غادي نكمل التقطاع دابا. هنا كما كتلاحظوا انا كملت التقطاع ديالهم ورصيتهم كاملين في الطاوة. غادي تجيو وغادي تبداو تحلوهم بحال هكذا، منين تحطوهم حلوهم بحال هذا الشكل هذا. نسيت ما رشيتش الزعتر، ولكن راه كاين في الصلصه وكاين في داك الخليط ديال الفلفل. هنايا غادي ناخذ هذا البخاخ هذا فيه شويه ديال الحليب، وغادي نزيد عليه واحد القطيره ديال صوص الصوجا. هاد الصلصه هادي خفيفه، هاد الصلصه ديال الصوجا ماشي ثقيله. غادي نزيد واحد شويه. وغادي نرش. الا ما بغيتوش ديروا هاد الخليط ديال الحليب وصلصه الصوجا، ديروا البيض، صفر البيض. صافي الفرن يكون مسخن من قبل على حراره عاليه. منين تبغيو تدخلوهم نزلوا الحراره لميتين درجه. اخواتي ها هما الفطائر طابو، يلا خرجتهم من الفرن. خداو تقريبا غادي ياخذوا لكم الفرن مفتوح من فوق ومن تحت تقريبا ما بين 20 حتى 25 دقيقه. هنايا غادي نرشهم بواحد شويه ديال الجبن ادام، غير شويه ما غاديش شي وحدين غنرشهم في الحقيقه وحدين لا.